السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دخل أحد أعوان الحماية المدنية في ولاية عنابة بعد غرق شاب بعد إحضاره وإدخاله في سيارة الإسعاف. الجميع ظن أن الغريق متوفي، ولكن إرادة هذا العون كانت أقوى من كل شيء، وقام بإنعاشه لحوالي 10 دقائق، والجميع يراقب في الصمت حتى سمعوه يصرخ بأعلى صوته ويصرح بعودة الغريق للحياة بعد استعادته لوظائفه الحيوية. ودخل هذا العون البطل في حالة هستيريا من البكاء والصراخ. تابع الفيديو للأخير، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. قدرتي شوف درتي خدمتك وفوق خدمتك وجبتي الاجر اخويا. الله يطلع صاحبي. يا اخي هذا الموت والله كل مساء الله ربي يبارك عندك دامير ما شاء الله. يا اخويا يرحم والديك. والله الموقف تاعك يرحم والديك. ربي يجيك.